السؤال الذي على قطر أن تجاوب عليه هو لماذا؟ لماذا تريد قطر هذه الفوضى؟ لماذا تريد التخريب والتدمير؟ لماذا لا تسعد قطر برسم الابتسامة على أوجه الناس؟ ولكن مع الأسف قطر أثبتت لنا في العقدين الماضيين إن هوايتها رسم الحسن في وجوه الناس. حين تكلم الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي في لقاء القاهرة قبل بضعة أيام عن الحزن الذي رسمه دعم قطر للإرهاب على وجوه ملايين البشر والحاجة إلى رسم ابتسامة الأمل والحياة بدلا من القتل واليأس، رأينا جهابذة السياسة القطريين والإخوانجية يستهزئون بهذا الكلام. فالإنسان وحزن الإنسان وسعادة الإنسان ومصير الإنسان وهموم الإنسان ووجع الإنسان ليست مما يدخل في اهتمام تنظيم الحمدين القطري ومن لف لفه. السياسة بالنسبة إليهم هي محض مصالح، وهذه ليست مشكلة في حد ذاتها، فمن المعروف أن السياسة هي إدارة المصالح، لكن مصالح من؟ وبأي طريقة؟ وكيف يمكن الجمع بينها وبين الأخلاق والقيم الإنسانية؟ لو كانت مصالح الناس لما رأيناهم يستغربون إلى هذه الدرجة المقيتة المريضة، لكنها مصالحهم هم وهم فقط. أما الناس فليذوقوا الويل ويتألموا ويعانوا ويقتلوا ويشردوا ويهجروا، ولتملأ الدموع عيون الأمهات والأطفال، وليملأ اليأس عيون الرجال والشيوخ. كل هذا حتى يوسع تنظيم الحمدين حدود نفوذه الوهمية، وليبني المزيد والمزيد من امبراطوريات الفساد الواهية، وليستثمر أكثر في الحزن والبؤس والألم والمعاناة. لتنظيم الحمدين نقول: سنظل نحلم بمستقبل أفضل، وسيظل رسم الابتسامة على وجوه الناس هدفنا الأمثل ومصلحتنا الأكبر من كل المصالح.